السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نحاولوا نشوفوا لا رياليزاسيون دون كارت الكترونيك بور لا تيلي ريبتور الكترونيك بون سيستيم ديكليراج. و تيلي ريبتور الكترونيك كنستعملوه في لي هول، كنستعملوه في لي زاتولي اللي كيكون لي زيسباس اللي كيكونوا كبارين، كنستعملوا فيهم لي تيلي ريبتور الكترونيك. كيسكو سا فدير تيلي ريبتور؟ غادي نلونسي لا سيمولاسيون. دونك الى لاحظتوا هنا اول حاجه اللي كنبداو بها كيبان لكم ان لي لومب راه طافين، كناخد واحد لا سورس دينيرجي، وهنا ملي كنابوي على البوطون كيشعلوا لي لومب. لاحظوا معايا ملي كنابوي على اي بوطونه اخرى كيطفوا لي لومب. يعني هنا شنو كنديروا؟ كوموند ديال لي لومب، ولكن غير بالبوطون بوسوار، ماشي بانتربتور كيف ما كاين عندنا في الدار. الوغ لي بوطون دو كيكونوا في لي كولوار، كيكونوا في لي هول، فين كنستعمل عدد معين ديال لي بوطون. يعني هنا نقدر نستعمل اون انفينيتي ولا اون ديزاين ديال لي بوطون، يعني تحسب العدد اللي بغيتي. كيف ما لاحظتوا بان يعني لوبجيكتيف ديال الفيديو هو الرياليزاسيون ديال كارت الكترونيك، ثاني من بعد ان شاء الله نحاولوا نخصصوا دي سيونس بور ليكسبليكاسيون ديال هاد لي مونتاج هادو. دونك اول حاجه باش يخدم لك هاد المونتاج كاينين بلوزيغ موديفيكاسيون افير. اولا هما لي كومبوزون الكترونيك، استعملنا ديود واحد ان 41 48، استعملنا ترانزيستور بيبولار دوزان 22 22، سي ان ترانزيستور ان بي ان. خدمنا بان سيركوي انتيغري 74 76، لا ريفيرونس ديال باسكول جي كا. الترناتور هي لا سورس ديالنا، سي لا سورس كورون كونتينو. عندنا باتن سي بوتون بوسوار. لامب سو سون لي شارج، يعني لي لامب، يعني فوالا دونك بور ليكليراج. عندنا من بعد ريزيستور، وعندنا ريلي. ريلي هو الريلي سو اون انترفاس، وعندنا ريزيستور، عندنا تي بلوك سي تيرمينال بلوك، و هو يتسمى البورنيي افيس، ولا هو الكونيكتور اللي كندخلو فيه لي كابل وكنصيروهم بلي فيس. فوالا كيف ما كتلاحظوا هاد الشيمه هادي، هادشي اللي كاين. كنابوي على البوطون الاولانيه، البوطون الثالثه، يعني ما حد انا كنابوي كيدير لنا شونجمون ديتا. دونك الباسكول غير من الاسميه ديالها كيل في لوبيراسيون دو باسكولمون، يعني شونجمون ديتا. اشاك ابوي شنو كيدير؟ كيتبدل لنا الفرون. الفرون كيكوموند في باسكول، الباسكول كتكوموند في ترانزيستور، ترانزيستور كيتحكم في الرولي، الرولي كيتحكم لنا في لا لامب. داكشي علاش الرولي عنده لا بوبين والكونتاكت ديالو. الرولي اللي ايكيفالون ان كونتاكتور اللي هو صغير. فوالا كيما كتلاحظوا لي موديفيكاسيون باش يخدم لكم هاد المونتاج شنو هما؟ ريزيستونس ما غاتبدلو فيها والو، لي بوتون بوسوار ما غاتبدلو فيهم والو، لا ميم شوز بالنسبه للباسكول. ريزيستونس غتكون عندكم 10 كيلو ردوها غير 1 كيلو. هنا الا لاحظتوا هاد التيرمينال بلوك راه ما غاديش تخدم لكم لا سيمولاسيون، حتى جاريت لا سيمولاسيون خاصك ملي تكليكي على البوطون خاصك دير اكسكلود فروم سيمولاسيون. علاش؟ حيت عندنا هاد البوطون بوسوار ما فيش لا سيمولاسيون، يعني خاصك ضروري تكتب تكوشي اكسكلود فروم سيمولاسيون. من بعد عندنا الرولي، هنا لاليمونطاسيون اليمونتي في سي سي، في سي سي معناها ديال 5 فولت. الرولي ملي كتحطوه كتكون القيمه 12 فولت، خاصكم ضروري تردوا لي 5 فولت، وكتكون القيمه ديالو 24 اوم ولا 240، خاصك تردها قيمه كبيره شي شويه باش تخدم لنا. دوك درت عطيت انا 1500، ديروا 1000 2000 اللي حطيتو ما كاينش مشكل. بالنسبه لي لامب، بما اننا خدامين ان سورس دينيرجي، لاحظوا معايا لا سورس لالتيرناتور. لالتيرناتور كتلقاو نتوما طونسيون صغيره، كتلقى 12 فولت خاصكم تردو 220 فولت. ان هيرس كتخليو غير باش كيبان لنا كلينوتمون ديال هاد لا لامب هادي. من بعد لي لامب كتلقاهم ديال 12 فولت، رديناهم 220 فولت بالنسبه للامب 1 وبالنسبه للامب 2. دونك هادو هما لي شونجمون اللي كاينين. مي ما تنساوش باش ندوزو لا كارت الكترونيك، دائما هاد لي لامب ولا طونسيون دو سيكتور ولا لي بوطون كيكونوا اكسترن، الوغ خصنا نبدل هاد لي بوطون. غادي نزولهم وغادي نستعمل تي بلوك، يعني تيرمينال بلوك اللي غادي نستعملو فيهم لي بوطون بوسوار. دونك غادي نحاول نحط تي بلوك ديالنا. فوالا ولاحظتو ان ديجا هنا جي كيكتبو لك يعني شي بحال كونيكتور جاك. فوالا دونك كنكليك هنا ولا جامبل. دونك شنو كندير؟ غادي نسميه مثلا هذا سي باتنز، سي سون دي لي بوطون، يعني باتنز. فوالا يعني لي بوطون تقدر دير العدد اللي بغيتي. دونك انا كندير كونترول اس بور سوف غاردي لي موديفيكاسيون. دونك هاد بي اس سي باور سبلاي دي سي، دونك يعني دي سي سي دايركت كورنت ولا كورون كونتيني، يعني هذيك غادي تكون متعلقه لينا ب 5 فولت والجراوند. لا سورس غادي نزولها وغادي ندير في بلاصتها ان تي بلوك، حيت حتى هي اكستر. فوالا انا كنستعملو في الاوفر، والاخر غادي واحد كتكون فاز، يعني كنقطعو على الفاز والنوت كندوزو ديريكتومون لي لامب كيف ما عندنا في لي زانستالاسيون في الدار. دونك هادو اللي بغينا نزيدو نعرضوها باش كتبان عندنا الشيما. لاحظتو الشيما كيف ما شرحت لكم في لي فيديو من قبل، درت لا بريزونطاسيون، درت كلشي. لي لامب غادي نزولهم وندير في بلاصتهم عاوتاني تي بلوك ديال جوج.
فوالا دونك توا نستعملو في الصوص الاخر على هادشي. يعني كيف ما كتلاحظوا هنايا جي رومبلاسي يعني لي كونيكتور، تعرف ان لي لامبرا هما سو سون دي شارج اللي هما اكسترن، لا ميم شوز بالنسبه للا سورس وبالنسبه لي بوطون، حيت لي بوطون خصني ندير لهم راكوردمون. دونك غادي غنسميها سورس، سورس فوالا غادي نسميها اسي باش نعرفوها سورس، راه سي اون سورس دينيرجي الترناتيف كورنت. كنترول اس بور سوفغاردي. هنا غادي نسمي لي لامب ديالي، فوالا لي لامب هما لي شارج ديالنا. دونك كيف ما كتلاحظوا هنا ما تنساوش بان هاد لي كومبوزون اللي هضرت عليهم في البيبيوتيك هادو كاملين راه ماشي كلهم عندهم بالبواتيي، يعني خدنا الرولي هذا ما عندوش بواتي ترانزستور عنده، اما هذا ما عندوش. دونك غادي نعطيكم غير اكزومبل باش تعرفوا اللي عنده اللي ما عندوش. لي كومبوزون دونك كليك على بي بور لا بيبيوتيك، ملي كنكليك على رولي لاحظوا معايا كيطلعوا لي بزاف الانواع ديال لي رولي، ولكن خاصكم تردوا البال هنا الا كاتبين لك نو بي سي بي باكيج راه ما كاينش، هذا فيه البي سي بي هو هذا اللي غيكون عندنا البواتي. اذا ما حد انا كنزل من غنمشي الرولي اللي قدامه كاتبين اكتيف، اكتيف لاحظوا مع انيميتد، يعني المعنى اللي كيكونوا قدامهم كاتبين اكتيف راه فيه لانيماسيون، يعني يمكن لك دير لي لا سيميلاسيون، اما الاخرين هادو ما فيهمش لانيماسيون، يعني حطيتهم ما يخدموش لك. داكشي علاش الاخرين هادو هادي كديك نو بي سي بي باكيج، يعني ملي غادي دي انت لا كارت الكترونيك راه ما غاديش تلقاه، ما غاديش تلقاه هاد الكومبوزون. اذا لاحظتوا غادي نديو واحد من هاد لي رولي اللي ديجا فيه. دونك الا لاحظتوا انا خاصني واحد الكويل ديال 5 فولت، راه دوك هي 5 فولت هي مكتوبه كويل، يعني لا بوبين ديال 5 فولت. فوالا اذا غادي نختار وحده فيهم نكليكي جوج المرات ها هي، وغادي نمشي عاوتاني نحيد الرولي. شوف لاحظوا معايا ريزيستانس ريزيستور، يعني باغ ديفو هاي عاطيني ريزيستانس دونك يعني ما عنديش فيها المشكل. الى مشينا للديود اللي هي واحد ان 4148 فوالا دونك واحد ان 4148، الى جينا هنا كاين عندنا بي سي بي. اذا الكومبوزون الوحيد اللي ما كاينش دونك ناخذو من لا 7476، يعني ملي نكليكي عليها هو عاطيني بي سي بي ديالو. الكومبوزون الوحيد اللي ما غنلقاوش فيه البي سي بي ديالو هو الرولي، دونك غادي نزولو وغادي ندير واحد هذا اللي اختاريت عنده البي سي بي ديالو. يعني فو فيت اتونسيون ان لي سيركوي اللي كيكون فيهم لا سيميلاسيون ضروري كتكون قدامهم هذيك اكتيف، يعني باش على بما انني غيكون ما عندهمش نفس لا ستركتور ماشي نفس لي ديمونسيون. فوالا غادي ناخدو كونترول اس، يعني هنا الى بغيت لونسي لا سيميلاسيون لاحظوا معايا ملي غادي لونسي لا سيميلاسيون كيطلع لي ميساج شنو كيكتب لك نو مودول سبيسيفاي فور باتنز، يعني باتنز واللومب والسورس اسي وحتى بالنسبه لي كومبوزون. يعني كنكليك على باتن كيعطيني ديريكتومون فين كاين ليرور، يعني ها هما ليرور ها هما لتحت كاتر ايرور، كنكليك على لامب كيعطيني ديريكتومون لامب. يعني هنا خصني نكليك على البوطون هنا وكنمشي ديريكتومون اكسكلود فروم سيميليشن، حيت لي كونيكتور ما فيهمش لا سيميلاسيون. لا ميم شوز بالنسبه للثانيه تادي ما فيهاش لا سيميلاسيون دونك اكسكلود فروم سيميليشن. دونك غادي نمشي بقات لينا وحده اللي هي بوطون، دونك البوطون لا ميم شوز اكسكلود فروم سيميليشن. نورمالمون خاص ضروري تفيريفي الشيما ديالك قبل ما تدوز فيغ الار اس باش يكون عندك داكشي كوريكت. فوالا دونك كنلونسي ملي كيبان ليا بالخضر كندير دو ميساج، ملي كنكليك على لي ميساج ما كيطلع ليا والو، كيعطيني ان راه لو سيستيم الي اون سيميلاسيون، يعني ما عندي حتى شي ايرور بالنسبه للشيما. تقدر تكون ايرور اون نيفو ديال الغاكوردومون اون نيفو ديال النوميناسيون ديال لي كومبوزون كلشي. دونك باش نيفيتي هاد البروبليم ضروري خصني نفيريفي هي الاولى قبل ما ندوز ار اس. دونك هنا كونترول اس سوفغاردي وغادي ندوزو ديريكتومون فيغ ار اس بور لا كونسيبسيون ديال لا كارت الكترونيك. بي سي بي المعنى ديالها برينتد سيركويت بورد ولا لا كارت ولا لو سيركوي امبريمي دو لا كارت الكترونيك. دونك غنستعملو ديفو. ملي كنكليكي على ديفو شنو كيدير؟ خاصني نمشي كومبوننت مود، خاصني نلقى لي كلشي لي كومبوزون، نلقى باتن، نلقى لي ديود وحده، عندي لوب يا سي دوس، يعني كاع لي كومبوزون لي كاينين. دونك انا كتبقى لكم الحريه ديال نحطوا لي كومبوزون كيف ما بغينا. اول حاجه من الاحسن تكليكي على متريك، حيت انا كنخدموا بالمليمتر سنتيمتر وهذا نخدموا بالمتريك، والفيو نحاولوا نردوها 0.5، يعني وهذه هضرت عليها المره اللي فات ان 0.5 يعني كل كارو فيه 0.05 مليمتر، يعني بحال كل كارو فيه 0.5 مليمتر كاري. دونك غادي نمشيو اول حاجه نمشيو للانترفاس كاع حنا نمشيو نحطو الرولي. دونك الرولي حطيناه هو باش غادي نعرفو سي ار ال، انا هو ار ال. دونك الرولي دونك هنا بالنسبه لي انا دونك كتكليكي على البلوس وعلى الموان، في حالة الا كانت عندكم بلوس وموان راه مزيان، الا ما كانتش راه ماشي مشكل. احسن حاجه بالنسبه لي كارت الكترونيك كل كومبوزون تحط حدا بعضياتهم، يعني من هنا شنو المعنى ديال الرولي شكون حداه؟ حدا لامب، حدا سورس اسي، حدا لي ديود، حدا ترانزستور.
كل حاجه نحطها بوحدها. فوالا دوك نمشيو لهنا، غادي نمشي للديود، عارف ان الديود اللي اون باراليل مع لا بوبين ياك، دوك غادي نجي هنا ديريكتومون غادي نحط لا ديود. لاحظوا معايا قلت لكم باش ما يكونش عندي كروازمون، يعني يمكن ندي غير على داكشي اللي بالخضر، هاد لي فلاش اللي بالخضر، يعني ما خاصوش يكون عندي كروازمون باش يكون عندنا لو سيستيم وهذاك ولا كارت تجينا ساهله او نيفو دو كابلاج ولا او نيفو دو روتاج. فوالا من بعد شنو خاصني؟ هاد لا ديود شكون حداها؟ قلنا حداها ترانزستور، ترانزستور كرمزو ليه بالكو، ولا حطيتو كل كومبوزون يبان لكم لاحظوا معايا لاكوردمون كيعطيني فين خاصها تمشي. دونك هنا ترانزستور الى بغيتو نحطو يعني جوست اكوتي دير هنايا، ولي بواتي كتختارو على حسب لي ريفيرونس اللي بغيتو. دونك هذا باش تكون عندنا قريبه ندير روتاسيون هنا باش كتقرب عندنا ترانزستور. ترانزستور حداه واحد ريزيستونس اللي هي ريزيستونس ار 2 ديالو. فوالا ها هي لا ريزيستونس، لاحظتو نقدر نقلبو هنا على ديما كنقلبو على الطريقه السهله. على دوك نمشيو لهنا، شنو كيبان لكم؟ ار 2 هي اللي قريبه. دونك انا ار 2 شتي فين ماشي؟ هنا حنا غنمشيو لار 1. ار 1 هي اللي قريبه للترانزستور. الو الا جيت هنا ودرت ار 2 راه باقي بعدت انا، دونك خصني نمشي ديريكتومون ناخذ ريزيستونس ار 2. لاحظوا معايا دابا عطاتني قريبه ليها حيت هي اللي غادي لنا لاباز. فوالا من ورا الريزيستونس بلوس لو ترانزستور شنو كاين عندنا؟ كاين عندنا ريزيستونس، عندنا لا ديود، عندنا الرولي، وعندنا هاد لي كونيكتور، واحد ديال لا لامب واحد ديال لا سورس دينيرجي. دونك غادي نمشي نجيبهم حتى هما. دونك غادي نمشي لللامب، ها هما هادو هما لي كونيكتور ديال لي سورتي. بما ان لي لامب هما اللي كيكون عندنا لا سورتي، دونك غادي نقلبهم في هاد الشكل هذا ونجيبهم حدا في ليكستريميتي ديال الرولي. فوالا نحطو في هاد الجهة، وبقات لينا لا سورس. دونك خاصنا نتاكدو بان هادي هي لا سورس، هي لا سورس، كليك عليها باش كان ما نغلط في حتى شي حاجه. هنا حطنا لا سورس. دونك لاحظتوا دائما السمايه كيكونوا على برا، حيت لو في انه ملي غتجي تكابلي لا كارت كتكابليها من على برا. دونك خاصها تكون عندنا في هذا الشكل. دونك هنا اللامب، وهنا عندنا السورس، عندنا الرولي ديالنا. الا بغيتوا ديو تحطوها هنا، بغيتوا تحطوها لتحت، يعني كتبقى لكم الحريه، كل واحد غادي يدير بريزونطاسيون ديال السيركوي ديالنا. دونك درنا ريزيستونس حدا كل حاجه. دونك غادي نمشيو لايزيس. شنو باقي لنا؟ باقي لينا عندنا السيركوي انتيغري ديال 74 76، غادي يمشي ديريكتومون لار 1. دونك غادي يمشي 74 76 اللي هو لو سيركوي او 1. فوالا غادي نحطو هنا. لاحظوا معايا كيكون عندنا كروازي، يكون كروازون ماشي مشكل بالنسبه لهاد الاول، يعني عندنا الاول تحت فوالا سي او 1. شنو خاصني عاوتاني؟ خاصني الريزيستونس بلوس الباتن، يعني بقاو لنا جوج فوالا هما. دونك هنا باقي لنا الباتن وباقي لنا الباور سبلاي والريزيستونس. نشوفو الريزيستونس، لاحظوا معايا كاين كروازمون تمايا. دونك شنو خصني ندير؟ كنقلب الريزيستونس، كنقلبهم انا بالبلوس والموان. سينو مثلا الا كان عندكم في هاد الشكل كتكليكي عليه وكدير مثلا 180 دوغري وكيتقاد، يعني كتبقى لكم الحريه، كل واحد كيدار يديرها. سينو كل واحد يدير بريزونطاسيون اللي بغا. دونك غادي نحاول انا نحطها هنايا لتحت، بقا كتبان لكم بعيده هنايا. انا حطيتها في هاد الشكل هادي. من بعد شنو خاصني؟ خاصني الباتن، يعني لي بوتون. دونك خاصني وحده ديال الباتن. انا غنستعمل ان الكورون كونتينيو، غادي نديهم بالجهه، يعني لاحظتو فوالا باش تكون عندي نفس بريزونطاسيون. والباور سبلاي يعني لا ليمونطاسيون غادي ناخذها في نفس ديمونسيون ديال الاخرى. باش تاكدوا من عندك نفس لي ديمونسيون، هما داير لكم واحد الخيوطه هنايا ودي فيل اللي هما دو دي، يعني تقدر دير مثلا شي كولور، اختار مثلا الصفر وخذ من هنايا لهنايا وتاكد واش انهم غاديين عندك في نفس النيفو. شتي يعني الا كانوا عندك غاديين في نفس النيفو ماشي مشكل. دونك لاحظ معايا حيت انايا مايله شويه، دونك غاديين معايا في نفس النيفو. نعاود نكليكي مثلا هنا ولاحظ معايا راه غاديين في نفس الخط، يعني ما كاينش بيناتهم ديكالا. سي فري ان الرولي راه كبر منهم، ولكن ماشي مشكل، حنا غادي في نفس الخط. يعني غادي نمشي عاد ثاني ما بين هنا وما بين هاد لو بوان هذا، يعني غادي في نفس النيفو في حالة الا بغيتي بريزونطاسيون تكون مزيانه. دونك بما ان هاد ما بغيناش هاد لا ديود تكون هنا باش يكون كلشي عامر، ما نخليش هاد الخويه هادي، شنو غادي ندير؟ غادي نمشي سيليكسيون مود وغادي ناخذ هاد الديود هادي ونجيبها لهنا، نعمرو بها وناخذ هاد ريزيستونس حتى هي نعمر بها هنايا، يعني باش كنعمر شي شويه لاكارت. اذا باقي عندي لي سباس، يعني كي تقعد تلعبو ما تنساوش ان لاكارت الكترونيك راه تبارك الله راه كتقدر تخرج لنا لي سباس. و لوبجيكتيف ديالك انت وحدك تاخد لو ماكسيموم بوسيبل، يعني كيف ما يعني تبروفيتي من لي سباس، ما تخليش داكشي. وقد ما كان لونكومبرومون سي فري انك كتكون لا ديفيكولتي يعني في الروتاج،
ولكن بعدا كتكون عندك لا كارت كتكون صغيره وكتستافد. اذا من هنا صافي عرفت ان لا كارت هي راه غادا تقاد ما كاينش مشكل. دونك كنمشي لهنايا وكندير بورت اتش وكندير ليكستريميتي ديال لا كارت. دونك لا كارت ديالي غادي ناخد على ليكستريميتي ديال هادشي. فوالا انا نعطيهم تبرك ندير بحال هكا كنظن هذه كافيه. من بعد ديك الساعه الا بغيت نصغر ولا نكبر ما كاينش مشكل. دونك غادي نحاول ندير زوم تو اريا نزومي غير على الكارت ديالي ومن بعد ندوز الروتاج. الروتاج لاحظوا معايا دونك كنترول اس دائما كنترول اس باش كون سوف غاردي. نمشي لهنا وندير ديفو كما قلت لكم هنا قد ما اختاريت كبر كي كبر لنا الخيط. دونك بالنسبه لنا هنا 25 تبارك الله مزيان. فوالا دونك نمشيو. دونك الروتاج الاولاني ملي كنمشي هنا كما قلنا غادي يمشي كابلاج. دونك غادي برومي كليك فيما كنبغي ندور كندير كليك صافي. دونك انا غادي نعاود بغيت نزول الخيط جوج المرات ادروات وصافي وكيمشي لينا. دونك سينو كتقدر تبدا من هنا فوالا يعني كتبقى لكم الحريه ديال الديزاين. دونك نمشيو عاوتاني هنا نمشيو ديما للسامبل هادي الوسط فوالا الوسط هكا فيما كنبغي ندور كندير كليك فوالا كليك كليك وحنا ماشيين. دونك عاوتاني عندنا الخمسه لاحظوا معايا خمسه غادي تمشي هنا يعني بريزونطاسيون كما قلت لكم في الروتاج يعني كل واحد كيتفنن الديزاين اللي بغا. هاكا لاحظوا معايا غادي يمشيو هاكا بار لا سويت. انتوما راكم كتشوفوا او ميم طون معايا كيفاش كنعمل انا الكابلاج ديال هادشي. فوالا دونك هادشي غنزل ديريكت فوالا هاكا. باقي لنا هاد البين هادي مع هاد البين لاحظوا معايا دونك يعني مشروكين يعني هاد جوج قلت لكم راه انه ديجا كيعطيك فوالا هنا شوف هنا واش كيعطيني لهنا يعني المعنى ديالها الجوج مع ثلاثة مع الربعة مع الخمسة راهم كونيكتين مع بعضياتهم. وعندي الجوج مع 16 اذا عندنا هنا الجوج مع 16 اذا نقدر نجي ونضرب الدورة فوالا كنمشي من هنا نمشي من هنا يعني كيبقى لكم واخا ندوز من تحت لي كومبوزون حتى لو دزت وسط الكومبوزون ولكن متنساوش ان الكومبوزون تحت منه راه مكاين حتى شي حاجة يعني راه خاوي. اذا نمشيو اشنو باقي لنا باقي لنا خاصني نكونيكتي الواحد مع 13 13 خاصها تجي لهنايا وخاصها تجي لهنا سينو غادي نجي نقدر ندوزها من تحت سيركو انتغري حيت سيركو انتغري مازال خاوي من التحت يعني ما غادي تقاس فيه حتى شي حاجه. فوالا انا دوزتو من بعد شنو خاصني ندوز هذا البين هذا ندوزو في الجهه الاخرى دونك انا هذه فوالا شنو باقي لنا هنا نجيو هي سامبل ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. من بعد تقدروا ديروا لي موديفيكاسيون كيف ما بغيتوا. اهم حاجه هو انك يكون عندك الروتاج كوريكت وما تغلط في حتى شي حاجه. وقد ما كبرتي الشيما قد ما كتجيك صعيبه. غادي نشوفوا عاوتاني باغ لا سويت قد ما صغرتيها جو ميكسكوز قد ما صغرتيها قد ما كتكون صعيبه في الروتاج. يعني تقدروا تاخذوا المساحه ديالكم غير هي الا خديتيها كبيره وجيتي بغيتي تسخر تصغر بار لا سويت دونك نمشيو هادي كنا كنكليك جوج المرات باش كيتزال في حالتي الا غلطت. يعني كتبقى لكم الحريه ديال لي ديزاين. من بعد ان شاء الله نشوفو لي نورم ديال الكابلاج كيسكيل فو فير كيسكيل فو ايفيتي. دونك انا غادي نحاول نكمل لاكارت الكترونيك ديالي عاد من وراها رجع لعندي. كيف ما كتلاحظوا في لاكارت الكترونيك كتلقاي واحد الصعوبه. دابا لقينا جوج الخيوط يعني دو فيل اللي عندهم فيهم لا ديفيكولتي. وانا كيفاش ندوز هاد لابين 15 ندوز هاد لابين اون كيفاش ندوز الواحد ندوزو فيغ كاتود. يعني الواحد يقدر نمشي من هاد لابارتي هادي ونعاود ندور يعني غادي تكون دوره كبيره. سينو خصني ندير موديفيكاسيون في الشيما ديالي عاد واحد خصني ندوزو من هنا ولكن حابسه نهائي. دونك يعني كيفاش غادي دير حتى نيليمين هاد لابارتي يعني. دونك كاينه سوليوشن ثانيه شنو هي نقدر نزول هادي يعني ندوزها من جهه اخرى. غادي نجي ناخذ من هنا حيت عندنا نفس الراكوردوم ونجي وندوز لهنا حيت السيركو انتغري نقدر ندوز فيه العدد يعني واحد العدد معين على حسب الخيط ديالي. دونك يعني على حسب لي تراك ولا لي بيست واش كبارين ولا صغارين. دونك يعني ضروري لاحظتو. غادي نمشيو لهنا هادي نزيدو يعني كليكي اكوش ادروات فوالا عاود هادي كنزيدها شي شويه بحال هكا. دونك اهم حاجه هنا خاصهم ميكونش عندنا لي زونكل دروات يعني كنقرب وكنعمر فوالا. دونك كنكليكي وكنعمر ديريكتومون تمايا. شنو باقي لنا خاصني ديريكتومون من الواحد نديها من الجهه الاخرى. كيف ما كتلاحظوا هنايا بانني هاد البين هادي الي كونيكتي مع 13 ونقدر دابا ندوزها من الواحد فخصني نمشي خصني ندور مال هنايا ونعاود نرجع. دونك يعني سينو
خاص هاد البين هادي خصني نزولها، ولكن خصني عاوتاني نلصق 13 نديها ديريكتومون فيغ الواحد، وعندنا هنا الواحد مع 13 و13 مع الواحد والواحد مع الواحد، يعني خصني ندير موديفيكاسيون في الشيما باش نطيح في ال فوالا في داكشي اللي بغيت. دونك الا لاحظتوا هنا يعني الا بغيت نمشي شنو كندير، خصني نضرب الدورة. ها يعني خصني نجيو هنا نجيو هنا نجيو هنا يعني حتى لهنايا، يعني ملي غنجي هنا غادي نلقى راسي غادي نحصل، يعني وصلت هنا حتى هنايا ولقيت هذه مشدوده. الوغ شنو خصني ندير؟ خصني ندير دي موديفيكاسيون في الشيما ديالي، بحكم انني خصني نليبري هاد لابارتي هادي، يعني نعطي واحد شويه ديال ليسباس بالنسبه لينا هنا. دونك باش ندير ليبري هاد ليسباس كاينين بلوزيوغ سوليسيون، يعني كل واحد غادي يقدر يدير المقترحات ديالو، وكتبقى لكم الحريه، يعني كل واحد كيف ما كيدير. دونك غادي نحاولوا مثلا فرضا الى زولت هادي ودوزنا ديريكتومون هاد البين هادي اللي قلنا اللي هي الواحد، دونك غادي نشوف هنا ندوزوها هي الاولانيه بما ان فيها الصعوبه. فوالا فوالا شنو باقي لنا؟ بقات لينا الواحد خصني ندوزها مع 13. الا جينا الواحد مع 13 شنو كيبان لكم؟ كيبان لكم بان كاين عندنا واحد لا ديفيكولتي، شنو هي؟ وانني عندنا هاد الواحد والجوج غادي تنقصني هاد الجوج ما نقطعهاش، حيت الا قطعتها خص ضروري خص 13 نهز من هنا وندي هاد الواحد. اذا نقدر هادي نزولها، ها هي زولناها. دونك شنو غادي ندير؟ ندوز لها ليزو من هنا هكا هكا ونجي هنا. هيا لاحظوا معايا كيعطيني فلاش بالبيض تقول لي بان راه كاينه ليزون مزيان. دونك شنو باقي لنا؟ خاصني ندوز واحد مع الكا، ولا تبعنا الكا شنو الواحد؟ الواحد دابا هو اللي دوزناه للجوج، ها هي واحد ديناها للجوج، وعاود في نفس الوقت هاد الكا اللي خصني ندوزها لها هي اللي مديه لهنا لهنا. دونك الوغ نقدر ناخذ منها الجوج هادي. ها لاحظوا معايا كيعطيني الفلاش، دونك نجي لهنا ونجي لهنا. لا لاحظتوا بان ملي كنكليك هنا شنو كيعطيني؟ يا اما دوز لهنا ولا هنا ولا هنا. اذا هاد البين راه واحد الفي سي سي هادي صراحه، الا كليكيت غير هنا صافي راه دوزتها. من بعد هنا ما خصنيش نخلي الراكوردومون في هاد الشكل هذا، دونك ندوز هاد ليزون ونعمر. ضروري فيما كيكون عندنا لي زونكل دروات ضروري خصني نعمرهم. ولا لاحظتوا دابا تخلصت من واحد. اذا بالنسبه لينا كيبقى لينا غير هنا ندير سيليكسيون مود، وهذا نزيد نكبروا شي شويه بحيث ان الكارت ديالنا ولات كبيره من هاد الجهه هادي، يعني ما نكبروش بزاف غير هذاك الشيء اللي خاصنا. دونك شنو باقي لنا؟ باقي لنا هاد البين. الا بغيتي دير موديفيكاسيون ديال البين كاين عاد ثاني بلوزيوغ سوليسيون، يعني كاين سوليسيون اللي نقدر نقلب الريزيستونس، يعني نزول راه ماشي هادي ما نزولش غير البيست ونجي ديريكتومون تراك. ها كليك على تراك، حيت ما تنساوش الا بغيتي دير بيست خاصك تستعمل البيست، ولا بغيتي دير سيليكسيون سيليكسيون كتختار لي كومبوزون كاملين، يعني نقلب هذا ندير لي روتاسيون يعني ديال 180 دوغري. عاود من وراها الى لاحظتوا غادي ديريكتومون ندير تراك دابا، غادي ندوز البيست حيت كل حاجه كدوزها بوحدها. فوالا نجي لهنا، اي حاجه ولو تقلب الريزيستونس غير مره واحده راه كتقدر تفتح فيها انت بلوزيوغ سوليسيون. دونك الى لاحظتوا شنو كيكون؟ الى بغيت نمشي لواحد 16 كاين عندي واحد جراوند حابسني من هنا، هاد الجراوند هذا كاين سوليسيون انني يعني نمسح هادي حتى هي اللي حابساني، ندوز هادي اللي لقيت فيها صعوبه انا حيت هي اللي تهمني مزيان. فوالا فوالا دونك هنا كندير الزوم غير باللامولات باش كنشوف البيس ديالي كيفاش داير، واش مقاد ولا مقادش، سينو غادي نجي ديريكتومون كنجي لهنا يعني باش كيكون عندنا مقاد. ولا لاحظتو هنا يعني ملي كنزومي كنزومي غير على البلاصة اللي بغيت انا، هنا نقدر ندوزها شوف. دونك نجي هنا وندوز شي شوية هوب هوب وانا نزلت هاهي وانا ساليت. دونك لاحظتو بان ديجا هادي نكملها باش مبقاوش عندنا الزوايا قائمة. هنا الجراوند كيبان لكم واحد السيركل ولات عندنا غوج، هاد السيركل غوج الا بغينا نزولها المعنى ديالها خاصة هاد الجراوند نجرها شي شويه غطلع الفوق نجرها حتى لتحت غادي تهبط لنا. الوغ شنو خصني ندير؟ كندير فيو كندير البلاسمون دابا غيمشي لنا غير بصفر فاصله واحد مليمتر. الوغ هذا غادي نجيبه في الوسط فوالا لاحظتوه هو تحيد لينا، يعني انك ضروري باش تسونطريه ضروري خاصك تنقص من الزوم. ها لاحظتوا اذا هذا السونتر ملي كنجيبو وسط منهم يعني كيولد قد قد قد، يعني ما كيبقاش عندنا بيان سور لونكومبرومون. ودابا انا ساليت لا كارت الكترونيك ما خصوش يبقى عندي خيط اللي هو لون ديالو خضر. دابا شنو باقي لنا؟ باقي لنا النوميناسيون ديال لي كومبوزون. هنا لاحظتوا ريزيستونس ار جوج قبل من فوق من دي، اذا خصني ناخذ السميه ديال ريزيستونس ونجيبها هنا. كنكليكي المره الاولانيه ا دروات والمره الثانيه ا غوش، وكنغاردي لو يعني جو مانتوني هذاك الكليك ديالي ونمشي نهز ريزيستونس. سينو كتكليكي ا دروات كدير دراك اوبجيكت، يعني دراك سافي دير يعني بحال غادي tu vas changer la position ديال هذيك السميه من واحد لامبلاسمون فيغ ان اوتر.
دونك هادشي اللي كاين. قلنا ملي كنساليو من الاحسن نعمر لا ريزيستونس، يعني هاد لو فيد اللي كيبقى لينا، هاد الخويه نعمرها بالنحاس. دونك كندير ديفو، من بعد كنجي لهنا وعاودنا كنسيليكسيوني كارتا. فوالا دونك خاصني ندير فيو ونرجع كيف ما كانت 05، كيما قلت لكم 05 مزيانه. حتى في حاله الا استعصى الامر دونك كنكليكي المره الاولى ونحاول نسيليكسيوني كارتا كامله. فوالا كيطلع لينا في حاله الشكل، غادي نعمرها بالنحاس. النحاس كيكون هو الباتم كوبر، يعني كيكون في لا سيرفاس التحت. كنكوشي هادشي كامل، كندير كليرانس كنحاول ندير 20%، وهذا كنديرو نورمال باش يبان لنا بالزرق مقاد. والنت الا بغيتي مثلا واش تكونيكتي هذاك النحاس اللي غتزيد واش تكونيكتي مع لاماس، الاغلبيه ديال لي كارت الكترونيك يكونيكتيو مع لاماس، سي بور ليزولاسيون ديال لا كارت، وفي نفس الوقت بور ليليميناسيون ديال لي بارازيت. وعاود الكاركاس كيحاول يكونيكتيو مع لا تيغ باش كتكون عندنا لاماس ديريكتومون كونيكتي على تيغ. دونك حنا كنديرو نان، يعني ما كتكون كونيكتي حتى شي بلاصه. دونك ها هو عمرات لينا بالنحاس. دونك كندير سون كاردي اوتبوت، كندير 3 دي فيزواليزاسيون. فوالا هذا هي لا كارت الكترونيك. كيكون عندنا لاحظتوا ها هما لي بوتون، يعني عندنا ان كونيكتور اللي غنبرونشي فيه لي بوتون. هنا البوتون اللي كيكونوا اون باراليل، هنا الباور سبلاي، يعني باور سبلاي دي سي دايركت كورنت. وعندنا لي كونيكتور الاخرين لاحظتوا، لاحظوا كاين عندنا سورس اسي، يعني غادي نبرونشيو هنا الفازو النوتر 220 فولت. وراكم عارفين بان لا لامب، يعني واخا تقلب الفازو النوتر ما كيطرا حتى شي مشكل، زائد الرولي في غير كونتاكت. عندنا هنا لي لامب، ها هما لي لامب، يعني تقدر دير العدد اللي بغيتي على حسب لي كاركتيريستيك ديال الرولي. وعندنا لي ريزيستونس، ريزيستونس ار 1 سي بور لا بروتيكسيون ديال لا باز ديال الترانزستور، ريزيستونس ار 2 استعملناها بور ليزول لي سميتو ليزولاسيون ديال البلوس مع الموات، من بعد نهضروا عليه ان شاء الله. وعندنا لو سيركو انتغري. من بعد شو كندير؟ غنحيد لي كومبوزون وكنشوف الكارطه كامله باش كنتاكد واش داكشي هو هذاك. قلنا الا بغيتي تبين النحاس مزيان كتمشي للتامبليت، كنمشي للكولورز، وكتقدر تزيد مثلا العدد مثلا 70% ولا 50% كيبان لك النحاس مقاد. سينو كتقدر تزيد في حتى تبدل لي بروبريتي ديال الكولور، يعني كتمشي كولور وتكليكي على هذا وتبدل مثلا دير جيت نحاس اوكي وكيبدلها لك بالنحاس، يعني كتبقى لكم. ونعاود يعني كدير فيو وكدير مثلا اوتو سبين، ومن الاحسن تستعمل لي كومبوزون باش كتشوف انت لومبلاسمون ديالك وكتشوف كيفاش غادي تخرج لا كارت. سينو راه عندكم لي فيو هنايا، يعني ديال فيو دو فاس، باش كتزومي كتكليكي عاوتاني وكتقلب لا كارت، يعني كتكليكي تو غارد لو كليك والسوري، يا اما كتمشي على اليمين يا اما كتمشي على الشمال، ولا تزيد القدام وتمشي اللور، يعني كتقلب الكارت ديالك، يعني بحال عندك شي مولات ولا شي مانات اللي كنستعملوها في بلاي ستيشن. فوالا دونك هنا سي كونترول اس. شنو باقي لنا؟ كيفاش غندير ليكسبورتاسيون ديال لي دوكيمون؟ غنمشي لايزيس، ايزيس هو اول واحد غنبدا به. دونك هذا ليكسبورتاسيون كنمشي لفاين، كندير اكسبورت جرافيكس، كندير اكسبورت بي دي اف، وكتخرج لينا هنا كندير كولور اوتبوت باش تكون عندنا ديسين خرج لون كولور. كندير فايل نيم ونمشي للبيرو ونختار مثلا هنا تيلي ريبتور الكترونيك. انا ديجا صوت واحد، دونك هنايا تيلي ريبتور مثلا الكترونيك، فوالا الكترونيك دان سيستيم ديكليراج انغوجيستري. فولي فو رومبلاسي وي، فوالا اوكي، فوالا نتسنى واحد شويه وغادي تلونسا ديريكتومون بي دي اف ديالكم. دونك سي فو بلاي، باش ناكد من الاحسن انكم دائما لو سوفغارد ديال لي فيشي يكونوا في البيرو، حيت البيرو دائما كي يطلع لينا فاسيلمون اي رابيدمون. من بعد الا بغيت تبان لينا هادي مزيان، دير كونترول ال بالكلافي، كونترول ال وكتبان لينا في ليكرون كامله. هادي هي الشيما ديالنا في تيلي ريكتور، ولا حتى درناها سونتري، يعني انت ملي غتامبريميها في بابي ا4 غادي تخرج لك في هاد لا بريزونطاسيون هادا، ولا خرجتها اون كولور مزيان. دونك ايشاب انا زولتها، فوالا دابا سديت صوبنا البي دي اف الاول. دوك ساليت من ايزيس، نقدر نسدو صافي، ساليت منو، نمشي لار اس. دا ار اس باش نغياليز هاد لاكارت الكترونيك غيخصوني بيان سور دي اكسبورتاسيون. دوك غادي نمشي عاود الاوتبوت، اوتبوت اكسبورت جرافيكس، اكسبورت بي دي اف. اول حاجه غادي نبداو بها شنو هي؟ غنبداو بها هي بورد ايدج، يعني اكستريميتي ديال الكارت. نحيد توب كوبر اللي هو الكولور احمر، باتام كوبر يعني توب كوبر يعني فوق لاكارت، باتام كوبر تحت من لاكارت، يعني تحت من لاكارت كاين نحاس، فوق لاكارت كاين لي كومبوزون. دونك نزولهم. توب سيلك يعني هما هاد لي كولا، وهنا ميكانيك نزولهم، اش نخليه غير بورد ايج. بورد ايج هو لي كولور ديالو صفر. ومن بعد ندير فايل نيم ونمشي للبيرو ونسميه، مثلا غنسمي هادي ديمونسيون دو لاكارت، لاكارت انغوجيستري. من بعد بلا ما نستعملها كولور، من الاحسن نخليوها بيض وكحل. اوكي
هي عطاتني لي ديمونسيون، ولكن هنا شنو عطاتني؟ عطاتني غير البورت اتش، ما بينتش لينا شحال العبار ديالها. الا بغينا نبينو العبارات ديالهم شنو كنديرو؟ كنمشيو نقصد هاد البي دي اف، كنمشيو ديريكتومون لهادي. دونك يعني بحال شكل ديال ديمونسيون، يعني ديمونسيون مود، كنكليك عليها وكنستعمل، لاحظوا معايا لي كولور اللي كنت هضرت عليهم، توب كوبر اللون ديالها احمر، باطوم كوبر زرق، توب سيلك هي توركوا، كل كولور عنده سميه، مع مرور الوقت راه غادي تحفظوهم. عندنا هنا سي ديمونسيون مود، غادي نكليكي ما بين هنا حتى لهنا باش نعرف لا كارت شحال فيها في الطول شحال فيها في العرض. اذا هادي في يعني في الطول ديالها فيها 58.5 مليمتر، وغادي نمشيو العرض ديالها. فوالا عندنا دونك نقدروا نجيبوها هنا ونتناو باش تبان لينا مزيان. دونك عندنا فيها 35 اونص، اذا لاحظتوا الكارطه راه صغيره، راه فيها غير 3 سنتيم ونص على 6 سنتيم، يعني تقريبا فيها 18 سنتيمتر كاري، شي حاجه صغيره. اذا كنترول اس يعني كنسوف كارديها، ندير اوتبوت، نعاودو اكسبورت جرافيكس، اكسبورت بي دي اف، نحيد توب كوبر، باتام، توب سيك وميكانيك، نخلي غير بورت اتش، نخلينا لاحظتوا فاين نيم باقي ديمونسيون ديال لاكارت. اوكي راه كيرون بلاص القديمه بالجديده. دابا يلاه عطاتني ديمونسيون ديال لاكارت، لاحظوا معايا 35.5 ملم على 58.5، دونك صوبنا بالنسبه للبي دي اف الاولاني. البي دي اف الثاني بالنسبه لفيشي، دونك كندير اكسبورت لا في شكل اوتبوت، اكسبورت جرافيكس، اكسبورت بي دي اف فايل، كنمشيو. دابا شنو خاصني ندير؟ لومبلاسمون ديال لي كومبوزون اللي غادي يستعملها الناس اللي غيسوديو. دونك غادي نستعمل توب كوبر، يعني غنستعمل كومبوزون فوق، كندير توب سيلك وباتام سيلك، يعني كنديرهم بجوج. يعني السيلك سيلك المعنى ديالو هو هاد الكولور اللي هضرت عليه قبيله، واللون ديالو تركوا، هما لي كومبوزون فوق. دونك كنخليه ميكانيك هما داك الكري اللي كيكون لتحت. فوالا وجو في هنا نكليكي فاين نيم، ونعاود شنو غادي نسمي هنايا؟ غنسمي اومبلاسمون دي كومبوزون. بيان سور دي كومبوزون الكترونيك انغوجيستري. اوكي لا لاحظتو شنو عطاني؟ عطاني لي ديمونسيون، حيت خليت البورت اتش باقي ديمونسيون ديال لاكارت. في حالة الا بغيتي تزول ديمونسيون ديال لاكارت، هذاك هاد الميتراج هذا راه كنزولو، ما كايناش نخليوه. شنو كندير؟ كنخليوه غير في ديمونسيون ديال لاكارت، كنشدو يعني كنحاول ندير لي زيرور باش تشوفوهم. دوك نزول هادي، نزول هادي، حيت هادو صافي كنستعملهم في مرة واحدة. اوتبوت، اكسبورت جرافيكس، اكسبورت بي دي اف، خلي توب كوبر، نحيد باتم كوبر، ندير باتم سيك، صافي جو في اوكي. اون بلاسمون كومبوزون، لاحظوا معايا دابا شنو عطاني لي كومبوزون لي الفوق، يعني عندنا سيركوي انتيغري، ترانزيستور البلاصه ديالو، الرولي البلاصه ديالو، لي كونيكتور البلاصه ديالهم، كل حاجه في نهايه البلاصه ديالها، باش هذاك السيد اللي غيسودي لك لاكارت الكترونيك كيش تعطي لي كومبوزون ديريكتومون، كل حاجه كيحطها في لابوزيسيون ديالها. هادي اون بلاسمون ديال لاكارت. اوتبوت، اكسبورت جرافيكس، اكسبورت بي دي اف. شنو خاصني الناس اللي غيصوبوا لي لاكارت الكترونيك ولا اللي غيرياليزيو لينا لاكارت، شنو خاصهم؟ خاصهم لابارتي الكويفر. الكويفر واش كتكون؟ بالنحاس، النحاس هي اللي بالزرق، الزرق هي باتام كوبر. دونك كنخلي باتام كوبر، كنحيد توب سيك، كنخلي غير الباتام كوبر بوحده والميكانيكال والبورد ايدج. وهنا غادي نستعملها مثلا نسمي لو بي سي بي دو لاكارت، يعني لو سيركو امبريمي دو لاكارت. اوكي لونسي. اوكي لاحظوا معايا شنو عطاني؟ عطاني غير البارتي ديال النحاس اللي غادا تكون تحت من لاكارت. الا جينا نشوفو دابا لي فيشي كاملين غنفتحهم، دونك غيكون عندنا اربعة ديال لي فيشي. الفيشي الاولاني هو الشيما الكترونيك، الفيشي الثاني ديمونسيون ديال لاكارت، هادي باش كيستعملوها الناس باش يقطعوا لكم لي ديمونسيون ديال لاكارت. الفيشي الثالث الناس ديال السوداج كيحتاجوه، يعني باش كيديروا السوداج ديال لاكارت، يعني لاسومبلاج الكترونيك. وعندنا الفيشي الرابع شكون هو؟ هو السيركوي امبريمي بور لغياليزاسيون ديال لاكارت. دونك عندنا اربعه ديال لي فيشي، هذا كنستعملوه بالناس اللي كيديروا لي ميزور باش ياخذوا لي ميزور ويديروا لي سي ديال الشيما وشوفوا واش ديمونسيون واش داكشي خدام ولا ما خدامش، يعني سي تيست اي ميزور. عندنا ديمونسيون ديال لاكارت بالناس اللي يقطعوا لكم لاكارت ويعرفوا شحال لا سوبرفيسي. مثلا لو بغيت انا واحد 100 كارطه شحال غادي نحتاج ديال ديمونسيون ديال لي بلاك بري سونسيبيليزي. امبلاسمون دي كومبوزون، هادو كيستعملوهم الناس اللي كيديروا لاسومبلاج ديال لي كارت الكترون سي سوداج. البي سي بي ديزاين، هادو كيستعملوهم الناس اللي غادي يديروا لا رياليزاسيون، سينو لا ماشين اللي غادي دير لكم لا فابريكاسيون دي كارت الكترونيك. دونك حاولت انا دابا نعطيكم اون غروسو مودو يعني الكونسيبسيون ديال شيما الكترونيك من ا ا زد. على الاوتبوت يعني ديروا 3 دي، دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لا كارت الكترونيك ديالكم. في حالتي اذا كان عندكم تساؤلات تقدروا تكتبوهم في الكومنتار. احنا مهم هذه بالنسبه للحصه ديال اليوم. تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله.